اخي ركدت هون يعني. ركدت هون ركدت بالمغنى انت بتسرع هون بس عباس جود اكتنج سين تمثيل رائع يعني المطلوب لغنية يو ور ان ذا سونج يو ور كنت عم بتجرب قد ما فيك تعيشنا الحاله اللي عشناها فيري جود كلنا حسينا معك بالله المغنى حلو بس كمان وقاعد بفخ اللي هو العرب تو ماتش نزل فر مره نزل علينا كميه عرب هائله من السما ما عرفت ليه هي اوريدي اصلا غنيه فيها شجن برجع بقول ما نتفلسف على المطرب اللي مغنيها بدنا نعمل شيء نعمل شيء نحن بنعمل نزيد نحن شيء من عنا بس ما منعرب على العرب لانه صارت يعني بصير عم يسمع مزعوج ليه نتعب المغنى كل الوقت ليه هالقد بدها بكي بدها شجن بدها شجن بس ما بدها بكي سوري ما بدها هالقد كميه بكي كنت عم بتمثل يمكن قد ما عشت الدور خليتنا نحس بالمغنى هالقد انه في مغنى انه في بكي بدها لس بكي كان المغنى حلو في محلات محل واحد بالغنية ما صار لك سرعت وباقي كان كله التيمبو تبعك فظيع يعني طلعت من المشكله اللي حكينا فيها هذيك الجمعه انا بالنسبه لي محمد كثير حلو يعني عارف انه عندك شيء كثير قوي بينت لي شوي منه اليوم بينت لي اكثر بالاكتنج بالتمثيل من المغنى مغنى كان حلو لو كان في اقل عرب بس كان حلو يعني ثابت لو في اقل عرب بليز بتمنى عليك بليز هذا الموضوع يعني عن جد اكثر شيء بيزعجني انا كنت مواجهه هذيك السنه بالسيزون اللي قبل وجهته قبل كمان بس انه هالسنه انبسطت انه مش موجود فجاه خلق عندي بالبرايمر الثالث يا اخي او الرابع معقوله